العديد من الآباء والأمهات يتساءلون عن كيفية التعامل مع طفلهم العنيد. ماذا أفعل حينما يبكي الطفل طوال النهار؟ ماذا أفعل حينما يرفض ابني المذاكرة أو تناول الطعام؟ أسئلة عديدة يطرحها الآباء والأمهات المختصين في سلوك الطفل. العناد من اضطرابات السلوك الشائعة عند الأطفال بحسب المختصين، وهو رفض الطفل تنفيذ ما يطلب منه أو الإصرار على تنفيذ أمر لا يوافق عليه الآباء في الغالب. يبدأ العناد حين يبلغ الطفل عاماً ونصف العام أو عامين على أكثر تقدير، حيث يبدأ الطفل بالتحرك واكتشاف العالم المحيط به ومحاولة تكوين شخصيته وبناء العالم الخاص به. السلوكيات التي يبديها الطفل المعاند والتي قد تصبح مصاحبة لدى بعض منهم، كمعاناة الطفل لأمه لأنه يريد أن يثير انتباهها لتحقيق رغبة معينة، مثل أن تشتري له لعبة ما، أو يصر على أن يرتدي نوعا خاصا من الثياب عنادا في أوامر والدته. وهناك بعض الأطفال يعاندون أنفسهم أيضا، خاصة إذا غضب من أمه، لا سيما حينما تطلب منه تناول الطعام، يقوم بالرفض ويصر على عدم تناول وجبته، بالرغم من أنه يتضور جوعاً، ولكنه يتنازل عن عناده. اتجاهلت الأم سلوكه وتركته على راحته. هذا ما يؤكده أخصائي السلوك النفسي. لمساعدة الطفل بأن يكون طفلاً عادياً وغير عنيد، يجب على الآباء والأمهات اتباع الإرشادات التي يوصي بها المختصون النفسيون، كتقديم الأشياء المحبوبة مثل لعبة أطفال أو قطعة حلوى وإبداء العطف والحنان له عندما يطلب منه القيام بأمر ما. ويجب أيضاً على الوالدين تجنب إعطاء أوامر كثيرة في نفس الوقت. حرص الآباء والأمهات على أن يحافظوا على توازن سلوكيات أبنائهم أمر مهم لبناء شخصياتهم المستقبلية وخلق مجتمع سوي بعيدا عن كل أشكال العنف والإقصاء.